نية ما كشفها الله على لسان أحد غير سيدنا النبي. هذه كأن الستة بتوع شهر شوال دول هدية مضافة علشان أهل الإيمان وأهل الإسلام يسمو بها إلى ما كان بيعملون الأمم اللي قبل كده، إن الواحد كان يصوم السنة كلها، فعشان يوصل للمجهود ده محتاج يصوم السنة كلها، لكن احنا ببركة انتسابنا لحضرة النبي نصوم رمضان وستة من شوال، خلاص زيك زي اللي قاعد من منتسب لنبي تاني السنة كلها صايم. ده من طريق العدد. لكن هناك لطائف قالوها أهل الله، يقولوا إيه؟ يقولوا الإنسان دايما لما يعني احنا صمنا رمضان بدأنا ضعاف، جايين يعني لما دخلنا على شهر رمضان جايين من عالم غفلة وأغيار وكذا، إلا الجماعة بتوع الصلاة على النبي اللي صلوا على النبي في شعبان وتجهزوا لكده، فدخل على شهر رمضان بدأ النفس ترتقي كل يوم على اليوم اللي إيه؟ اللي قبله، إلى أن جات عليها العشر الأواخر من رمضان وبلغت ليلة القدر ودخلت في السمو الأعظم والتجليات الكبرى وتنزلات الملائكة، واللي ختم القرآن واللي ذبح لله واللي نذر لله واللي أطعم لله واللي المهم إن الإنسان خرق عادة الإنسانية من البخل والكسل والنوم يعني طول النهار وطول الليل ملاك، بالنهار ممتنع عن ايه؟ عن شهوات البطن والفرج، وبالليل قائم لله سبحانه وتعالى بالعبودية وقيام الليل وصلاة التراويح وصلاة التهجد. الأغيار بدأت تنمحي والأنوار بدأت تشرق على قلب المؤمن، فجأة بعد الطلوع إلى قمة الجبل هينزل تاني، هيروح فين؟ هيبدأ يهبط بقى خلاص، ما هو هنبقى فجأة قمنا شوال صلينا العيد وبدأ كل واحد يدور على ايه؟ ها؟ على الشيطان بتاعه اللي كنا واخدينه منه، بدأ يحن اليه يتصل بيه يدور عليه. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام لحقه ايه؟ يقول لك لا انزل بالراحة علشان ما تقعش مرة واحدة، علشان قلب المؤمن ما يقعش في مطب مرة واحدة فينزل بالراحة، فيبقى هبوط ايه؟ هبوط آمن لقلب الإنسان، فيبدأ يستقر ويستوي على الطاعات بالتدريج. الطلوع من وكمان الجماعة اللي بيصوموا شهر الستة بتوع شوال دول بيثبتوا إثبات خطير، إن اللي احنا عملناه في رمضان والشياطين مسلسلة خلاص أحببناه وتعايشنا مع الصيام وأحببنا حياة الملائكية وحياة السمو وحياة الطهارة، لدرجة ان احنا والشياطين مش مسلسلة برضو صايمين، يعني فهم في رمضان انت احنا ايه سلسلنا الشيطان، فانت قدرت تصوم عشان تتدرب على ده والشيطان بعيد عنك. الستة بقى بتوع شوال هتصوم والشيطان مش مسلسل، دي منتهى الرجولة. دي ايه؟ دي منتهى الرجولة، ان انت عرفت تصوم الصيام ده والشيطان مش متسلسل. وابواب النيران مفتحة وأبواب الجنان مفتحة برضه، يبقى إيه؟ يبقى أنت دلوقتي أثبتت إن الصيام الثلاثين يوم دول طهروا نفسك وجعلوا مواطن الشياطين في قلبك تسدد، خلاص الشيطان ملوش مدخل عليك. والدليل على كده إن زي ما صمت في رمضان ثلاثين يوم بصوم ستة في شوال والشيطان موجود عادي وما عملليش حاجة. فدي يعني عبادة مهمة جدا جدا، عملا بقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما شغلنا نفسنا بالله ربنا كان عامل فينا ان شاء الله مشغولين بالله. اه طبعا ان شاء الله كل الناس كويسة، كل الناس كلها كويسة. الله اسأله ان الا يشغلنا بغيره ولا يفتنا في غيرنا، وأسأل الله أن يلهمنا ذكره ويولينا طاعته ويولينا الاستقامة ويجعلنا من أهل التقوى يا أرحم الراحمين. إن شاء الله فاتح علينا، ما صمنا وصلينا وقمنا شهر رمضان، وده في منتهى الرضا. الله سبحانه وتعالى كونوا بلغنا بس شهر رمضان
يعني هذا عيد في حد ذاته. شهر رمضان ده موسم من مواسم الرضا، مش بما منك إلى الله، بما من الله إلينا. إن شاء الله مشغولين، الله يجعل الناس كلها مشغولة في الله سبحانه وتعالى، مشغولة بالله ومشغولة عما سوى الله. يقول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الناس يوم العيد المفروض أنها طلعت فرحانة بإيه؟ بالطاعة ولا بالمغفرة؟ بالمغفرة. ولتكبروا الله على ما هداكم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الناس طلعة مبسوطة وفرحانة بإيه؟ العيد عيد بإيه؟ بالمغفرة، بما من الله إلينا. وكأن الستة بتوع شوال دول ما هم إلا شكر لله على صيام شهر رمضان. يبقى واحد صيام الستة من شوال من بركاتهم يجزئ، كأنهم إتمام، كأنك صمت السنة كلها. وهل ده يجزئ عن صيام العام كله؟ النبي اللي قال كده، ثوابهم مع شهر رمضان كأنك صمت السنة كلها. وهم علامة من علامات قبول شهر رمضان، وبركة من بركات شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شهر رمضان فريضة، وثواب الفريضة دخول الجنة، أما النافلة ثوابها المحبة. يعني الفرض ثوابه الجنة، والنفل ثواب وإيه؟ المحبة. يقول لك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. من علامات القرب من الله الحاق الفرض بالنفل، علامة من علامات أنك قريب من ربنا، وأن ربنا فتح لك باب القرب. أن عقب انتهاء الفرض الله وفقك لعمل النفل. خلصنا صلاة الفرض، صلاة الجمعة، من علامات قبول الجمعة أن الله يوفقك لختم الصلاة. صليت العشاء، من علامات القبول ومن علامات التوفيق ان الله يوفقك لصلاة السنن. فان الله هو ربنا اللي بيقول كده في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي، مش يتعبد، يتقرب. يتقرب ده وصف شأن اهل المحبة، يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني المفروض كان يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أدخله الجنة. قال: لا، أهل القرب ليست كمال الغايات عندهم دخول الجنة فحسب، إنما يطلبون بعد دخول الجنة القرب من الجليل ولذة النظر إلى وجه الله العظيم. فهذا من معارج الوصول إلى هذه الغاية الكبرى، أن الإنسان يلحق الفرض بالنفل ويديم الصلة بالله تقربا وتعبدا لله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. خلصنا الصلاة نعمل السنة، خلصنا السنة نذكر ربنا. والذكر يا عباد الله ليس مقصوده في مسبحة أمسكها وأفضل أسبح بها فحسب، إنما الذكر عرفناه بأنه كل حركة وسكون وكلام وسكوت يراد به وجه الله. جلوسك في مجلس العلم ذكر، سعيك في قضاء حوائج الناس منتهى الذكر، الصلح بين المتخاصمين منتهى الذكر، جبر خواطر الجيران والفقراء في حيك منتهى الذكر، برك للوالدة والوالد منتهى الذكر، سعيك على أولادك منتهى الذكر، عملك وإخلاصك في عملك ذكر. ما يقلش خالص عن التسبيح بتاع السبحة. إذا إحنا حصرنا ذكر الله فيما يقال فقط فقد ضيقنا واسع. كل شيء، كل حركة، كل حركة تقصد بها رضا الله سبحانه وتعالى فهي ذكر. وأكبر هذه الأذكار إقامة الصلاة.
أكبر هذه الأذكار إقامة الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأجرنا من عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استرنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واحفظنا ولا تضيعنا. اللهم اكفنا أفعال المنافقين واكفنا شر الشياطين ولا تسلط علينا قساة القلوب يا رب العالمين ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. بلغني قبل صلاة الجمعة أن أخونا الأستاذ